مساء الخير مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم أولاد السينما، ولدائما ما يأتيكم أسبوعيا على قناة الجزائر أنوان. أولاد السينما ولدائما ما عودكم أنه يعرض لكم أفلام جديدة من صنع شباب وهواة ومحبين للفن السابع وهو السينما، وأكيد راح يكون معنا ضيف في كل عدد سواء من أهل الاختصاص أو صاحب أحد الأفلام المعروضة. معي ضيف اليوم كاتب سيناريو ومخرج السيد أحمد حمدوش، مرحبا بك معنا أستاذ. مرحبا بك، شرفنا بك أستاذ، شكرا للي لبيتنا دعوتنا. حاجة لي تكون تابعة للفن توزور، مرحبا بها. مرحبا بك معنا أستاذ، ربي يحفظك. إذا احنا كما قلت سابقا كاتب سيناريو ومخرج، يعني لو حبينا تاع الفيلم هذا، نعم فيلم بعنوان الفلوكة اللي راح تشوفوه مشاهدينا بعد قليل، حبذا لو تزيد تحكي لنا شويه استاذ على روحك، على دراساتك، كيفاش دخلت لهذا المجال؟ المجال هذا دخلته على من المسرح. نعم طبعا، باسكو لازم تدخل من الباب، كل حاجه لازم، باسكو كاين بزاف اللي يقول لك الموهبه وحدها، انا ما امنتش بهذا الكلام. نعم بديت بالمسرح، خدمت مع باديس فوضالة، مع حجيمي، مع يعني من أرمادة حجلة، وبعدها شديت فرقة تاع دي جون أدوليسونت، ديت بهم المرتبة الأولى في المسرح بستوتة السلطان، وبعدها كيف وبعدها وليت مع يونيكيب تاع تياتر، خدمنا المسرح يعني كان نضال، وسيتي امبورتون باش فهم وش صار، يعني خبايا التمثيل ومن بعد كنت من ذاك تاني نخدم مع بشير سلامي، مع جعفر قاسم، مع كامل دحماني، مع محمد حازور، اللي خدمت مسلسلات تاع بشير سلامي بريس كامل، خدمت معاه، خدمت يعني معاه. الصراحة انتقلت لصنع المسلسلات وخرج مسلسلات. ماشي صنع، لا. الواحد كيكون كيصنع كيجوز. أنا درت خدمت ديفي. نعم. خدمت الفلوكة، خدمت موعد مع الأمل، خدمت واحد المسلسل فيه 16 حلقة، تمرد على العرب، فيه 20 ولاية يعني، وممثلين من 40 ولاية. هو رحنا العشرين بصح جبنا واحد 40 ولاية يعني. وخدمنا فيه ورحنا مام لتونس، ويعني مزال باش تقول انا مخرج يعني الفيلم هذاك كي تخدمه ويخرج والناس يعجبهم وتكون عندك كارتا باللي يستحق تستعرف بك الونبا باللي انت مخرج. نعم. تما تقول المخرج فلان، يعني كاين بزاف اللي راهم يخدموا نيمبورت كوا، بعد انا مخرج يعني ظهر باللي هو مخرج، ويعني الافلام تاعو ما شفناها كيما انا الافلام تاعي مازال ما شافوهمش. انا توجور نهضر بوش نكون، انا ممثل كاتب سيناريو بصح الاخراج مازال حتى الجمهور يشوف اعمالك. نعم استاذ، قبل ما نحكيوا على فيلم الفلوكة واللي راح نعرضوه، يعني سواء في الإخراج تاعه أو فكرته، لو تقول لي فقط يعني رأيك في مجال السينما في الجزائر. رأيي في مجال السينما في الجزائر، نبدأ على كيفاه باش درت الأفلام ومن بعد نجيك يعني للرأي اللي أنا ضده. احنا رحنا الولاية باتنا، عرضونا واحد الجمعية تاع احتياجات الخاصة وأمراض السرطان، لقيت واحد الشاب في عمره 16 سنة، بان لي شاطر، بان لي موهوب يعني، وعنده واقيلا مرتبة أولى في لاشاس. قلت هذا كي موهوب يعني يقدر تاني يخدم صوالح واحد أخرين. جات الفكرة تاع الكورميتراج الأولاني تاع موعد مع الأمل، ومن بعد باباه كان حب عرض عليا، قال لي عطاني الفكره، يعني هو باباه اللي عطاني الفكره، قال لي وكنديروا في مشغل الحرقه وكذا. قلت له يا ودي صبر، باسكو سي نورمال ماشي تبقى تبدا تكتب. عطاني ايامات، تخايلت الفيلم يعني تخايلته،
بعد كتبته بسهولة يعني كي الخيال كي خلاص يكون عندك. كتبت الفيلم وطلعنا البتنا درنا التصوير وخرج الفيلم وكملنا الفيلم. وهذا كان أول فيلم لك؟ لا لا، أنا كنت درت قلت لك موعد مع الأمل. موعد مع الأمل هو الأول؟ هو لا لا، المسلسل هو المسلسل الأول، ومن بعد الفيلم ومن بعد الفيلمين. الفيلمين؟ آه. الفيلم الأول اللي قلت لي في ولاية باتنا؟ في زوج في باتنا درتهم، في باتنا كان تصوير في باتنا وفي سكيكدا، يعني في المرسى تاع سكيكدا في البحر، باسكو لازم تروح توري المشهد تاع الفلوكة ورحنا للمرسى يعني ولاية سكيكدا. نعم أستاذ. ننتقلوا للفيلم اللي راح نعرضه وهو بعنوان الفلوكة، يعني لو تقدر تعطينا فكرته، من وين استوحيت الفكرة؟ الفكرة هي على الشاب اللي يأمن كلش، يعني يتلاقى مع الناس كذابين مالكي اللي ما نجحوش ما في الغربة. نعم. أنا عشت التم وعلى بالي كان اللي ما نجحوش بصح كي يجي ما يقدرش يقول لك ما نجحش، يبدأ يكذب ويزوق على الناس، واللي جان تاوعنا يتخيلوا باللي كامل تصرى لهم هكذاك، يعني هذاك كذب وراح رقد وهذاك اللي يسمع الأكدوبة يبات قاعد. يعني مدينا رسالة تاع لي زيسكرو كاين اللي ياكلوا لهم دراهم بلا ما يحرقوهم. ومنها تاني تاع مزيه كي ما راحتش، يعني في لافان تفهموا تاع هو يخمم باللي مزيه ما راحتش باسكو، يعني يحكي نعم كفكره كامل عما هو يحكي على الحرقه. لا يحكي على لا الحرقه كامل حكاو عليها. يحكي على اني قلت لك يعني باش يحبسوا الناس ما يسمعوش الكذوبات تاع شغل انا اللي هو وبيان هو كان يبات تحت كاميو. فهمتك. وسماو واحد شاب صغير يتاثر بهذه يقول لك جنه وكذا، يبدا يسرق في الذهب تاع اخته، يسرق هو يخدم ريسوفر. نعم. تاع بيس زاد سرق لا روساد. إيه يعني معاني العديد من الاحداث اللي راح نشوفوها. ما عندوش والاخر اللي يحرقوا زيروا. نعم. وبالنسبه للسيناريو انت اللي كتبت السيناريو؟ ايه انا قلت لك. نعم. انت كاتب سيناريوهات جميع الافلام؟ انا كتبت سيناريو تاع كنت نكتب سيناريوهات تاع المسرح، ومن بعد كتبت سيناريو مباشره تاع سيت كوم واسمه فاك كريزي، نورمالمون هذا العام ان شاء الله بالك يلعب. ودرت له انا الكاستينغ، جبت ارماده تاع ممثلين تاع البلاد. مازال عنده 4 سنين مازال بهذا العام ان شاء الله يشوف النور ان شاء الله. استاذ فقط لو تقول لي كلمه للشباب، الشباب اللي تحب هذا المجال وتحب تغوص في هذا المجال، مجال السينما، واش تقولهم؟ يقرا يتكون، خاطر لما تكونش يبقى تدحرج اشاك فوا. عامي يلعبوا، انا حاجه نستعرف بها، نستعرف باللي كراهم عندهم لي شونس باش يتورنوا بلا ما يتكونوا، بصح كي يموتوا واحد ما يحكي على التاريخ تاعهم، يعني يمثلوا وخلاص، ولا لو بليزير تاعهم اني شتاني جستاني يشوفوني، بصح ما كاش يعني ما كاش. تكي تشوفي بيجي تاع صويلح فاق مليار، وهو هدايا الشاب يجي يخلص 200 400، ما على ما يخممش ما يتسألش علاش صويلح لحق لهذاك البيجي باش بالتكوين جاز على المسرح. أعطيني دوكا اسم من السينما الجزائرية القديمة ما جاش على المعهد ولا على المسرح. نعم صح كلهم جزائر تكوين، هادو راهم يضلوا يلعبوا في المسلسلات ويلعبوا في لي سيت كوم، بصح ننساوهم. يعني الحق الشعب في رمضان يزابي بزاف، علاه؟ باسكو ما كاش نورمالمون تزابي تلقى حاجة مليحة اوباك معاها العشية، وانت واش تفرجت؟ انا شفت الاخر، انا شفت هذيك، ما كاش بقى كاع يزابي. حتى دوكا كيما يقول لك الواحد ما يكذبش على كل حال، باسكو حنا نتبعوا الناس واش تهضر، الناس يعني تقبلوا عاشور العاشور. نعم استاذ. اذا مشاهدينا قبل ما نشوفوا فيلم الفلوكة نبقوا مع الاستاذ، اعطينا كلمه ختاميه استاذ. نتمنى وكان الفن هذا يولي لماليه، ما ملي راهم يمثلوا وما قراوا وما داروا، يعني سي با ترو طار، يبقى
يمثل وبويسك يحب هكذايا بصح يقرا يقرا. دوك انا وكان ندير كاستينغ تاع مسرح ما 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 كانش اللي يجيك. شكون راح يحفظ لك مسرحيه فيها ساعه ونص وهو يقول لك انا عندي 10 سنين تمثيل؟ بصح نسحقك في التياتر تاعنا. ايه انا الناس على ما ولاوش يدخلوا للتياتر ويشكو صحاب التياتر ماهمش يدخلوا الرداء. تكون دوك تحكمي ميكانيسيان دو ميكانيسيان، واحد مكون يعني ميكانيسيان تاع صح والاخر يبريكولي، تشوفي زوج موتورات ماشي كيف كيف هكذاك. تن ما كاش حاجه بلا روحي داوي واحد بلا تكوين بلا ما تقراي على الطيب. حنا برك ما فهمتش علاش يعني ولا السينما بلا تكوين. انا عندي موهبه، تهضر معايا يقول لك موهبه، شنو موهبه؟ حتى موهبه خير من رويشد، خير من لابرنتي. هادوك جازوا على المعهد هذا. انا نتمنى يعني نتمنى قوه ولا غير سي فاسيل. على كي تشوف مصر تشوف سوريين تشوف تركيا، على سي فاسيل الدوله تاخذ قرار تدير صناعه السينما وتشرط على عليهم يتكونوا وكذا ويخدموا فاسيلمون. ولا غير سي مالور يعني، ولا ميم كاين دي زاكتور لعبوا وقيل 20 سنه هما يتورنوا يدوروا برا ولا ما يعرفوهم الناس. صح على ما يعرفوهمش، ماشي ما يعرفش يلعب ولا الناس ملت. ملت مادا بيهم يشوفوا حاجه شابه، وحاجه شابه تجي بالتكوين. نعم استاذ نعم. شكرا لك ونشكرك لبي دعوتنا مره اخرى. اذا مشاهدينا احنا قبل ما نعرض لكم فيلم الفلوكه اللي من كتابه سيناريو واخراج الاستاذ سيد احمد حمدوش واللي كان ضيف عددنا لنهار اليوم، انا ما بقى لي غير نقول لكم فرجه ممتعه، تبقى على خير.
الخبز المرة يا الله غالب تربيت على خبز الحلال بصح ربي قالك ساعة وانا نساها معك بسهل اخلص انك تعيش في اسبانيا شوف الحياة اللي هي مزية على بالك ماني مش كان بالك رحت تقريب كيما انت في العمر نتاعك درت الدراهم ليه وترك كان يعيش تريزاليس بالك واحد كيما انت الكون يروح ليه وش يدير الدراهم ما تأمنش عقلك بزاف شوف الحياة دي لازم لينا الو ياسين لا بس الحمد لله وش راك تو شدي هالدار صافا لا بس ولا غير صافا الحمد لله ايه راهم كاملين يا واجدين ان شاء الله ما بقى والو بقاو غير الحوايج الخفاف بك اللي قلت لك عليهم سي با فري ها يا سيدي مبروك علينا داكوغ دوك نقولو ان شاء الله يبلغ خلاص داكوغ هيا بسلامة ان شاء الله باي باي صافا الله يسلمك ما عمل كنت يا بابا بابا نحكي يا سيد أو يسلم عليك بالبزاف قال لي يسلم عليك ليه وعلى بالك جديدة اللي خارج شنو هي على بالك اللي بابا شاسيب وحدك الفيلا تاع فرنسا ما بقلناش إن شاء الله يا ربي ونعرسو نتحنا دراسة اللي رانا في الخير هذا فانتي راهو عنده نور وعنده مسمع كثر خير وعلى خدمتي صحيح كثر خير إني وش حيني هيا حتى ما نتعشى وين ما نتعشاش ما نتعشاش واش تريد لا لا هذا يخدم ولا قصار ولا ماني عارف انا ناش معايا ماشي وقت القصر دروك يا شارجي ولا يا محمد خلينا نخدموا يا هيا هيا طلع طلع اشطب وليدي الله يسلمك الله يسلم عليك طفل بزاف بزاف الله يسلمك ويسلمك يا ضرب قال لي لما انا هبطها لك معايا بارك الله فيك نزيد نقول لك حاجه ما تقلقش روحك قاع عليه هو في بلاصه الحمد لله وراكم كيف كيف انا عمي الحمد لله نقول لك انا حاجات انا كما هو الفركات هذوك اللي بعدين والله ما نكسب الكار بعدين على بالي يعني باشا فهمت على بالي يعني باشا ربي يقدركم يا وليدي ربي ان شاء الله احنا ممكن كاش ما لقينا لنا علاه نروحوا له على بالي يعني لقينا الخير الحمد لله واش تحب نقول لك يا وليدي توليو طول طار توليو
هذا مخدمنا ها فعاس فولور كاع سراقي نو ضايا ديكاش ديكاش منعني ديكاش ديكاش فولور فعاسين ما فعاس سراق كاع سراقين كاع سراقين. الو شكون معايا؟ انا اللي حكيت فيه على الحلقه. ايه عرفتك واقيلا اصبرني السمانه هذه برك نشوف منين فكلك الدراهم. معليش معليش شوف انا بغيت نعاونك. جيب لي برك عربون باش تخدم لك البلاصه ونعطيك 4 ايام كمل لي فيها مثريه. هاي صح افتضلت معايا هكذا ولا كش ما كاين راك مداير شبي استغفر الله يا ربي طول هذا ربي يجيب الخير من نوبر في حضرنا درام الباقي نجيبهم. شوف تبعني مليح هاد واحد الصباح بكري نتلاقاو كيما المرسى فاهمين عندك تجي روطار انا عندي ماريو بلا بيكا والدرام تجيبهم.
علاش بيك ذا مخطوف؟ وي اضعمي بياس شي المصباح ويستنى فيك تروح تخدم. هيا تحرك. هيا زكي وليدي هيا روح. هيا Thank you.